والله اسيب لكم البيت في الفجر، اسيب لكم البيت في الفجر لو ما عجبكش. ايه رايك؟ لا. ايه؟ لا في حاجه بتقرمش. ايه دي؟ مش عارفه ايه هي، بس حلو والله. امسك. لا لا والله حلو. شكرا، انا هعتذر الفيديو ده. ليه؟ انا مش هدخل معاك المطبخ يا ابني. والله حلو. معلش مش هدخل المطبخ يا حبيبي. تعالى كل. طب وبعدين؟ وانا هتدبس في اللي انا عملته ده. هو انت مش ملاحظ ان انت كل يوم بقيت مقانسني؟ في ايه؟ مش كده، مش كل يوم. هما كل يوم هما يناموا وانت تقعد في قرابيزي. عاملين ايه يا جماعه؟ ايه الاخبار؟ والله وحشتوني من سلسله انجازاتي اللي فاتت. الواد ده خلاص، الواد ده متقول عليا. الكيكه؟ اه مالها الكيكه؟ مالهاش. الواد ده متقول عليا يا جماعه، حد يقول له حاجه. وابوه غالبا هو اللي مسلطه عليا. هو عايز نطفش من البيت؟ اقول لك الصراحه، مديني 200 جنيه عشان اطلع عليك. 200 جنيه بتطلع عليا؟ اخص عليك، اخص. بتبيع امك بالفلوس يا كلب. 200 جنيه بقى. بصوا يا جماعه، احمد هو ولاده متسلطين عليا. احمد يدخل ينام ولكن سايب لي الشبل الصغير بتاعه يبهدلني طول الليل. ده جوع الفجريه يا جماعه. احنا دلوقتي يعني خلاص قربنا على الفجر. معرفش في ايه، والله معرف في ايه. هو انتوا طول الشتاء هتشتغلوا عليا كده بالليل؟ هننام امتى؟ بننام الساعة 7. الله يطمنك. احمد جاب لي البتاع ده، ولا عايزين ناكل حاجة حلوة يا روبي؟ حاجة حلوة دي في الفجر انا مش مستوعباهم بصراحة، وده بالذات انا مش مستوعباه. صح ولا غلطانة؟ جايب لي الكسكسي ده، بيقول لي ان هو جاهز، جايبه لي بشنطتين كده، وبيقول لي ده الراجل منزله سخن. وفعلا هو جايبه لي سخن يا جماعة، والكيس من جوه حتى عمل زي مية كده من كتر السخونية، بس يعني هو طازه. بصوا انا دقته، بس طبعا ما فيهوش اي حاجه. دوق كده. يا لهو على تكشيرتك، يا اعوذ بالله. المهم طبعا رحت اسال اختي حبيبتي، لان انا لو سالت بطوط بعد كده متهيألي هتديني بالاكل في وشي. فانا قلت اسال رحاب، بلاش اسال ماما المره دي، عشان يعني كفايه عليها كده. يعني الست بتتجلط مني كل ما بتشوفني واقفه بعمل اكل، معرفش ايه السبب. المهم حوبة اختي ربنا يخليها ليا قالت لي بصي يا روبي وطرطقي ودانك، لان انا عارفه انت ايه في المطبخ. خالتك عارفه قدراتي. عشان تكون فاهمه. زيك بالظبط. كلكم عارفين قدراتي. قالت لي ايه؟ ركزي معايا. قلت لها قولي. قالت لي تمسكي يا حبيبتي البتاع اللي انت هتعمليه الكسكسي، وتشوحيه بشويه زبده، حلو كده يستوي معاكي كده ويصفر يبقى لونه حلو. قلت لها حلو كده، وبعدين اغرفه بقى. قالت لي تغرفيه بقى، بعد كده ترش عليه سكر بودره، وترش عليه بقى اي مكسرات عندك، اي مكسرات انت بتحبيها، زبيب بقى، جوز الهند، مش عارف، عيشي حياتك. ده لو قالت لي ده لو هتعملي حلو، هتعملي حادق بقى. وبدات تشرح طريقه الحادق، قلت لها لا ستوب ستوب، احنا عايزينه حلو. حادق احنا فينا من الكلام ده؟ احنا فينا من الكلام ده؟ لا. احنا كبرنا حلو صح؟ وكبرنا نولع الشقه. يا ابويا عليك. يا ابني ايه يا ابني؟ خلي يعني ارفع معنوياتي شويه. ما ينفعش اللي انت بتعمله معايا ده. النهارده بقى مين اللي هيجي ينقذنا من المطافي ولا عارف ولا مين؟ يا ابني في ايه؟ مش كده مش كده. انت ليه مستهين بقدراتي بالمنظر ده؟ شجعني. ده ما دام فيها ده النهارده لو ينقذنا المطافي. لا شجعني شجعني، وقول يا رب بس والله هتطلع زي الفل. تعالى كده نجرب. انا عارفه انت بتحب اي حاجه فيها سكر. ده سكر بودرة يا جماعة، يعني كان سكر عادي وانا طحنته بقى سكر بودرة. حلو؟ حلو. تعالوا بقى معايا كده على البوتاجاز نشوف احنا هنعمل ايه. انا طلعت الزبدة اهي، والله ومحضرة الحل، عشان ما تقولوش ان انا يعني مش محضرة حاجتي. هاتلي معلقة بقى كده واتفرجوا بقى. لفوني سلاح وعدوا الجثث، وسيبكم العصافير اللي عمالة تصوصو دي، جابتلي قلو في دماغي والله. انا بفكر اتبرع بيهم، ومش مشكله عمر يزعل، مش مهم. العصافير دي للبيبي دي. ليه الحق العرض؟ بس نخلص منها. بجنيه؟ بجنيه؟ ده ابوك جايب الجوز ب 130 جنيه. حرام عليك. نقهره عليك. ماشي. استنوا بقى نجرب كده اما نشوف، ربنا يستر وتطلع يعني، ويطلع كسكسي يا جماعه والله. والله مش عارفه، اصل انا لعلمك ده اول مره اجربها. يعني الوصفه دي اول مره اجربها. لا ما تعملهاش. لا استنى بقى هنجرب والله هنجرب. احنا ونصيبنا يا جماعه.
استنى الزبدة دي للي سألني قبل كده في الكومنتات، دي زبدة نيوزلندي كنت جايباها اهو بصوا من سعودي. سعودي ده سوبر ماركت جنبنا هنا في التجمع، بس ما انصحش حد يشتري يعني. خليكم في كارفور، خليكم في كارفور يا جماعه، عشان يعني كده كتير كده كتير، ويعني ربنا يسهلها لنا كلنا. تمام، ادي الزبده اهي، تعالوا بقى نسيحها على النار. امسك كده عشان انا قاعده للاستاند. تعالوا معايا، تعالوا استنى اعدل لكم الاستاند وادخلكم معانا على المطبخ. استنى استنى، بصوا استاذ مازن والله عارف طريقه. بصوا مازن عسل، عرفت تعمل ايه؟ بص بص بيعمل ايه. حاجة. اوعى اوعى، احنا ايه علمناهم اوعى يا ابني، علمناهم الشحاته سبقونا على الابواب ولا ايه؟ الواد داخل على الحله خلاص اتبرمج. احنا ايه هنولع كده ونسيح يا جماعه الزبده. هتقولوا لي يا بابا احنا مش شايفين حاجه، اهو احاول اقربها لكم والله على قد ما اقدر. اهي تمسك ايه؟ لا خليه بقى كده اهو. ايه رايكم اهي؟ ما هم شايفين بتاعي، اعدل لكم الكاميرا والله على قد ما اقدر. يا رب كده تكونوا شايفين البتاع. تمام، اسيح بقى الزبده كده في السريع عشان نبتدي ننزل عليها بالكسكسي بتاعنا ان شاء الله، وياخد لون، ويا رب ياخد لون كده زي مرحب الف يعني، انا اتمنى ذلك. وادعوا يا جماعه، ادعوا ان شاء الله ياخد لون. مبلاش يا ابني، خلي عندك تفاؤل. مش عارفه الواد مش متفائل يا جماعه، استنوا بس افصل اعدل الكاميرا وارجع لكم. فتحت يا جماعه على النار وحطيت الزبده اهي، ساحت بصوا وبقت زي الفل اهي. نحط بقى ايه الكسكسي بتاعنا. ناويني كده شنطه من الشنط المفتوحه دي، بس بالراحه اوعى تقلب منك. ربنا يستر يا جماعه، ربنا يستر. لا لا لا، دي اللحظه الحاسمه. استنى بقى انت ما تقعدش. بصوا انا مش هعمله طبعا كله عشان خاطر انا بس هجرب، يعني انا خايفه ان انا اعمله كله فيبوظ، انا هجرب بس. اوكي، انا حتى ما عملتش هي اول شنطه كلها، انا حطيت شويه عشان اجرب اشوف هيبقى فعلا طعمه حلو ولا ايه الدنيا، بدل ما ابوظه كله خساره. امسك كده، لان ماما برضو اللي بتعمله على طول يعني. شوف انا ما دي اول مره برضو، ربنا يستر. وعشان ما تقولوليش يا رباب فين المعلقه، لا ما تعملش كيس، فين المعلقه الخشب يا رباب؟ استنى والله العظيم ما احرمكم من حاجه، اصبروا. بصوا اهي، والله ما بستخدم ولا واحده فيهم، شايفين اهو، غير دول غير اللي ورايا دول، ما بستخدمش ولا واحده فيهم، بستخدم المعلقه الخفيفه الالومنيوم، معرفش ايه السبب. هاتي دي امسك، بس انا استخدم بس ايه دي كده عشان يعني ربنا يستر ما نجرحش الحله، واحمد يعني ينط في كرشي وبطوط معرفش هتعمل فيها ايه. بصوا بدا يصفر اهو، بس تقريبا عايز حته زبده كمان، مش عارف. بصوا لونه اهو، لونه اهو طالع. هات نحط حته زبده كمان يا مازن. بصوا هو اصفر، بس احط حته زبده برضو تاكيد، معرفش بقى هيطلع حلو ولا لا ولا ايه. هات في واحده من حبايبنا قالت لي ليه يا رباب ما امسك اللي حطها هناك، ليه ما تجربيش المحشي الفلسطيني اللي هو اللحمة مع الرز مش عارفة ايه؟ ما بنحبوش. لا ما بنحبوش ايه؟ احنا جربناها قبل كده. هي مش فلسطيني بس على فكرة، الأكلة دي يعني مصرية برضو، وجربناها قبل كده زي ما مازن قال لكم، بس مش عارفة المحشي لوحده كده ليه طعم تاني، يبقى محشياه كده ليها طعم تاني. ورق عنب. ورق عنب اه، ما تجوعنيش بقى. كان نفسي فيه. بس للأسف المحشي اللي فات ما كانش فيه ورق عنب. قول لتيتا بقى على الهوا، قول لها تيتا اعمل لنا المره الجايه محشي يكون فيه ورق عنب. لو انا ما جيتش المره الجايه ولقيت ورق عنب بيو. عشان يا بطوط حفيدك طالب محشي ورق عنب، وانت عارفه طبعا ان انا لو عملت ورق عنب هيطلع حاجه تانية غير ورق العنب. هيطلع كرومي. لا هو اعلم بقى، فانت اعملي له ورق العنب ده. اوكي؟ بصوا كده البتاع اهي.
لا والله كده كسكسي يا ولاد. رغم ان رحاب محاميه شاطره بسم الله ما شاء الله عليها يعني، ولكن هي شاطره في المطبخ برضه. وهاجر برضه، هاجر اختي برضه، بس هاجر بقى على فن لان هي بتعرف ترسم والكلام ده، بتزوق بقى وتجرمش الاكل كده وحوارات كبيره يعني. قولي لي انت المكوسه اللي فيهم اقول لكم في المطبخ. في المطبخ انا بعترف بالحقيقه يا ولاد، يعني ما بحبش ان انا اكذب الحقيقه بتقول ولكن في حياتي العمليه والله مش فاشله يعني، ما تفهموش غلط، هو بس في المطبخ هو يعني سنه فشل كاسيكه فشل، ما اعرفش ايه السبب. بصوا اهو اصفر يا اولاد واستوى، والله والله اصفر واستوى وطلب الاكال. ربنا يستر. لا 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 ربنا يستر، ايه هو اي حد بيعمل لا لا استنى بقى، عايزين بقى ايه طبق طبق عايزين طبق بقى، استنى عشان جاءت لحظه الحسم يا اولاد. في طبق هنا، هات لي طبق من الناحيه الثانيه، هتعرف تعدي؟ وجاءت لحظه الحسم بقى، تعالوا بقى نجرب كده ونشوف هيطلع كسكسي ولا مش هيطلع. بصوا بصوا عامل والله، بصوا واللون كمان الكاميرا ظلماه. ده رز يا رز ايه يا ده اسمه ايه؟ كسكسي ده رز. لا والله كسكسي اهو، رز ايه؟ واحنا هنتغدى النهارده؟ الواد بيشككنا يا جماعه في معلوماتي. طب والله مسفره اهو ولا مش مسفره؟ طب ايه رايك بقى؟ انت محروم من الكسكسي ده النهارده يا مازن. مش لما ادوقه. طالما عمال تتريق عليا كده يبقى مش عارفه انا هعمل فيك ايه. طب دوقيه انت بقى. طب والله ادوقه. والله ادوقه. لسه ما حطيتش عليه السكر. بسم الله الرحمن الرحيم. سخن قوي. عارفه قدراتي. هو حلو بس عارفين والله بامانه. ده للامانه في حاجه بتقرمش فيه، معرفش هي ايه. السكر. السكر لسه ما حطيتوش. الكسكسي نفسه يمكن محتاج سنه سوا. لا حاجه بتقرمش والله بس مش عارفه. طب تعالى كده احط لك سكر. تعالى تعالى امسك ده كده، امسكه هحط عليه سكر كده ونشوف الدنيا فيها ايه. استنى بطوط لما كانت بتعمله لنا كانت بتغرقه سكر وزبيب من فوق، كان بيبقى حاجه تانية والله. اعمل يا مازن، روح اعمل الصوت ده بتاع التليفون. يا ترى مين اللي بيرن على احمد في الفجر يا ولاد؟ تفتكروا بيخوني؟ ارجع اقول لكم لا، ساعات مامته بتشوف الفيديوهات وتتصل الفجر تعلق عشان عارفه ان انا بسهر. طعمه اتظبط بالسكر. طب تعالى هنا بقى ودوق عشان، لا تعالى هنا وريهم وشك عشان تدوق وتقول لهم بقى رايك، عشان بجد بامانه المره دي انا مش هسمح باي انتقادات. هاتي السكر بالسكر اهي، بالسكر. الواد عايز يغطي على طعمه باي شكل. تعالى هنا، تعالى هنا وقول لهم لا، هنا هنا كده تعالى لحظه الحسم اهي. ايه رايك؟ وبصوا الابتسامه على وجهه ازاي. لا ما تقولش ما تقولش، ايه رايك؟ لا جميل. لا ما في ايه؟ لا لا اوعى اوعى والله، اسيب لكم البيت في الفجر، اسيب لكم البيت في الفجر لو ما عجبكش. ايه رايك؟ لا ايه؟ لا في حاجه بتقرمش. ايه دي؟ مش عارفه ايه هي بس حلو والله. امسك. لا لا والله حلو. شكرا، انا هعتذر الفيديو ده. ليه؟ انا مش هدخل معاك المطبخ يا ابني والله حلو. معلش مش هدخل المطبخ يا حبيبي، تعالى كل. طب وبعدين؟ وانا هتدبس في اللي انا عملته ده لوحدي ولا ايه؟ الله يسامحك يا رحاب، يمكن محتاج سوا زياده مش عارفه. طب اكتبوا لي في الكومنتات ايه اللي خلاه يقرقش كده عشان اكمل الكميه اللي عندي. بالله عليكم انا هنزل لكم الفيديو ده النهارده ان شاء الله، فانتوا تقولوا لي رايكم عشان بجد مش عارفه ايه اللي بيقرمش فيه بجد والله، فصعبان عليا بقيت الكميه دي تبوظ، ونفسي اعمل حاجه حلوه للعيال. الوضع ده مش نافع يا جماعه. ما تعملوش ليه؟ انا هستنى كومنتاتكم، وبرده هخبي الطبق ده من احمد. انا ما انا مش عارف، انا بقيت هخبي منه البيت كله، ربنا يستر. اكتبوا لي رايكم يا جماعه في الكومنتات، وبالله عليكم تفيدوني بخبراتكم في الموضوع ده تحديدا عشان بقيت الكميه ما تبوظ. واشوفكم على خير في الفيديوهات اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله.